معلش بدي أسأل الشيخ عن علاج القرينة، يعني كيف تطلع من الإنسان؟ أختنا أفنان من الأردن سألت كما تقول عن علاج القرينة يا شيخ اللبس. القرينة إن كان تقصد يعني تلبس الجان بالإنسان فهذا يعني أمر دلت عليه الدلائل الكثيرة من النصوص وكلام العلماء، وكذلك دل عليه الواقع الملموس، يعني الذين يقولون أنه ما في مس وإنما هي حالات صرعه، هؤلاء في الحقيقة يكذبون الواقع، وهذا أمر لا يختص بالديانة الإسلامية. يعني وجود المس والتعامل معه يعني في كل البشرية على اختلاف أديانها، فليس أمرا خاصا بالمسلمين حتى يعني يناقش ويقال كيف وهذه حالة نفسية ولماذا تدخلون الدين. يعني أنا شاهدت برنامج يعرض كيف يعالج النصارى الممسوس عندهم وكيف يعتقدون في هذه الأرواح، فهذا أمر موجود، وحدثني أحد الذين يعني أسلموا حديثا بأن هذا موجود عندهم ومنتشر ومعروف ولهم طرق في معالجته. نحن لا نستشهد لإثباته بهذا، لكن أقول للذين يعني يبالغون في الإنكار أنه المسألة ليست خاصة بالأمة المسلمة، هي موجودة في المسلمين وفي غيرهم، لكن من جهل شيئا عاده. من أقوى البراهين الواقعية التي تحفظ ويستدل بها على أن هذا لبس وليس شيئا يتعلق يعني بالتأثيرات النفسية فقط، يعني قد يكون جزء منها يتعلق بالنفسيات، لكن هناك حالات لا شك أنها من تلبس الشياطين والجان. تكلم الإنسان بلغة ليست لغته، هذا لا يمكن أن يأتي في حالة نفسية. كون إنسان عربي ثم يتكلم باللغة الباكستانية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة التي كائنا ما كانت ويتكلم كلاما لا يمكن أن يأتي الإنسان في حالته السوية، هذا ما يمكن أن يفسر على أنه انفصام شخصية، ولا يمكن أن يفسر على أنه اكتئاب أو نوع من أنواع الأمراض النفسية التي يصنفها علماء النفس. أقول كما أننا نجل هذا العلم ونقول أنه علم نافع، العلم علم النفس، فكذلك ينبغي لعلماء النفس أن يقروا بشواهد الواقع، وليس الأمر يعني يتعلق بحالة أو حالتين، حالات لا حصر لها تدل على أن هناك نوع من تسلط الجان وتسلط أرواح شيطانية على الإنسان توقعه في شيء من التصرف الخارج عن المعتاد. كونه يقترن بهذا تغيرات يعني كهرومغناطيسية كهربية في بدن الإنسان، هذا ما فيه إشكال. يعني هذا لا ينفي وجود تأثيرات شيطانية، يعني ولذلك نحن لا ينفي الأسباب الطبيعية. يعني أنت الآن في الحالة الاعتيادية وحالة الهدوء، ولما تكون مثلا يعني منبسط مع من أنت معهم، يعني مرتاح مع من تعاشره، لا تجد نرفزة وأعصابك. لو جاء بقياس كهرومغناطيسي أو كهربائي للأعصاب وما إلى ذلك ستجد أنها في حالة معتادة. يأتي شخص ينرفزك ستتغير الأمر، والمعدل ارتفاع وانخفاض ما يتصل بالقياسات مختلف تماما. طيب إذا هذا التغير هل يعني أنه تنفي أي تأثير لأشياء أخرى وأن المسألة فقط تغيرات كهرومغناطيسية في البدن؟ الجواب لا، هذه التغيرات لها مسببات، فمن مسبباتها هو ما يتصل بإيش؟ ما يتعلق بتأثير الجان على الناس. والله تعالى قد ذكر في كتابه مثلا للذين يأكلون الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه. إذن هناك نوع من التأثير الذي يفقد الإنسان عن التوازن، لكن ليس من الضروري أن كل حالة تصيب الإنسان إنها مس أو جان أو ما إلى ذلك مما يعني يسرف فيه بعض الناس. فنحن لا نسرف في مسألة النفي، كما أنه لا نسرف في مسألة تصنيف وتشخيص كل حالة تأتي على أنها نوع من المس. أقول المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن، تحتاج إلى شيء من الهدوء، ولا يمنع أن يسلك الإنسان الطريقين لمعالجة نفسه، الطريق الشرعي بالرقى والتعاويذ والأدعية والقراءة، والطريق الحسي بمراجعة الأطباء الذين يمكن أن ينتفع منهم في تحجيم هذه الظاهرة، لعانة على سد الأبواب أمام الشيطان حتى لا يقع الإنسان في يعني في مؤثرات رديئة. والشريعة جاءت بذكر بعض الأسباب الحسية التي يندفع بها كيد الشيطان. اختصم رجلان، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. إذن هناك أسباب
حسية أو أسباب عملية يأخذ بها الإنسان ليقي نفسه هذه التأثيرات وتسلط الشيطان. فقال له النبي فقال النبي لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إذا وأيضا ندبه صلى الله عليه وسلم للغضبان أن إذا كان قائما أن يقعد وإذا كان قاعدا أن يضطجع وإذا وأن يتوضأ وأن يخرج من المكان الذي يعني غضب فيه. كل هذا من الوسائل الشرعية التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أيضا الوسائل الطبية التي يمكن أن يعطيها الأطباء لمعالجة هذه الحالات. نعود إلى سؤالها، علاج القرينة. أنا ما أدري كيف علاج القرينة بالتحديد، إذا كان تقصدين علاج التلبس فقد ذكرت الآن أنه من طريق القراءات والتعاويذ وسؤال الله تعالى أن يكفيك شر هذا المتسلط ومراجعة الأطباء فيما يمكن أن يفيدوا فيه وينفعوا فيه، هذا هو الطريق الذي يحصل به المعالجة. جزاكم خيرا شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.